بالنسبة للمواطنين سكان مدينة عفرين يعانون الأمرين، سواء كان في الداخل أو كانوا النازحين وهاربين من جحيم الحرب والمعارك ومن جحيم ممارسات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في داخل عفرين. فهؤلاء النازحين والمهجرين من أراضيهم هربوا من ممارسات الدولة التركية المحتلة البشعة بحقهم في النواحي وفي مركز المدينة. يعني قبل أن نتحدث عن أحوال النازحين إلى هذه المنطقة، لابد لنا أن نلقي الضوء على أوضاع الباقين داخل المدينة وداخل المنطقة من خلال تواصلاتنا اليومية مع أصدقائنا ومع الأشخاص الذين بقيوا داخل مركز المدينة. يحدثوننا عن انتهاكات صارخة بحق هؤلاء السكان المدنيين. فمن خلال تواصلنا مع أحد الباقين داخل المدينة، وطبعا يفضل عدم الكشف عن اسمه لأن حياته ستعرض للخطر، تحدث عن وجود 4 جثث لشبان مرمية في قرية كوكاني تابعة لناحية معبطي، ويسمح لأحد الاقتراب من هذه الجثث أو دفنها. هناك أيضا حالات خطف من قبل هؤلاء المرتزقة والمطالبة بفدية من الأهالي. فهناك طفل في 15 من عمره تم خطفه في قرية براد بعد أن سيطر عليها مرتزقة جيش الاحتلال التركي، ويطلبون اتصلوا بأهلي ويطلبون 6000 دولار كفدية للإفراج عنه، بالإضافة إلى تجميع سكان النواحي في قرى محددة وعدم السماح لهم بالعودة إلى قراهم إلى بلداتهم ونواحيهم، وخاصة ناحيتي جنديرس وشيخ الحديد، حيث شيخ الحديد تم تجميع المواطنين في قرية حاج جيلار وأيضا قرية بندي حسي وقرية مفرق رمضان لي، ويمنعون عودتهم إلى ناحية شيخ الحديد. يبدو أن هناك مخططات قذرة تحدث في هذه المناطق، منتظرين قدوم قوافل المسلحين الذين تم إخراجهم من الغوطة ومن جوبر ليقوموا بتوطينه في هذه النواحي الحدودية لكي يكونوا أداة لتركيا تحركهم متى ما شاءت في هذه المناطق. فكانت هناك تصريحات عديدة اليوم أن فيلق الرحمن سيتم توجيههم إلى هذه المنطقة وخاصة النواحي الحدودية، مما ينذر بأن تركيا تطبق مشروع وهدفها في إجراء التغيير الديموغرافي داخل مدينة عفرين، وخاصة أن الأعداد التي بقيت في النواحي قليلة من السكان الأصليين للمدينة بعد أن تم تهجيرهم. أصلا هذه الممارسات التي تحدث بحق المواطنين وبشكل يومي تهدف إلى انتزاعهم من أرضهم وجعلهم يفرون من جحيم ما يمارسه جيش الاحتلال التركي بحقهم. نجد حالات اغتصاب شاهدنا جميعا على القنوات وعلى الوكالات والفيديوهات التي وصلتنا والتواصلات التي تواصلناها مع الداخل يوم الجراد كما سماها المرصد السوري والأستاذ رامي عبد الرحمن. فعلا 18 آذار كان يوم الجراد، حيث دخلوا إلى عفرين وارتكبوا انتهاكات كبيرة بحق